لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله باش نعملوا نطيبوا بطاطا فريت، أما في الفرن، ماهيش باش نقلوها في الزيت. كما شفتوا توا هنا الماء يغلي، نحطوا له مغرفة ملح وريقة رند، ونحضروا بالطبيعة البطاطا احنا هذه اللي باش نطيبوها، ونحطوها فك الماء هذاك. مجرد يعني يغلي الماء نطفو النار، ونكملوا بإذن الله المراحل الأخرى. يعني خلوا الماء يغلي ونطفو النار عليها. البطاطا كما شفتوها دوم معناها هزت الغلوة الطنجرة صفيتها. اش باش نعمل لها تو؟ باش نعمل لها رشة فلفل أكحل، ومغيفة زيت نباتية. مغرفة شفتوها، مغرفة زيت نباتي، نخذها الكل نخلطها، نفحت الكل تدخل فيها. نقعد نخلط لين نشوفها الكل دخلها الفحات. بالطبيعة راهو الفرن يبدأ يسخن، نحط الفرن يسخن، حطيته توا. يعني البطاطا تاخذ 20 دقيقة، وكان النار ناقصة تاخذ أكثر. يعني اللي ما يزيدش برشا حرارة باش تاخذ أكثر وقت. هنا حطيت تبيها هذه كيما شفتوها البلاستيكة تعوض بابي كويسون، نجمو نطيبو عليها. وباش نحط البطاطا كيما شفتو، ونحلها على الطبق، ونحطها في الفرن تسيب على روحها. وهنا شفتوا بطاطا جاهزة، بسم الله ما شاء الله، طايبة، ريحتها فوحة. يعني لا تقعدوا تعبوا رواحكم، لا تعملوا زيت، ولا تقعد تقلي لا فريتيز لا حتى شيء. دقيقة معناها تفوحها، دقيقة في الماء سخون تروحها وتحطها في الفرن 20 دقيقة. بسم الله ما شاء الله، كما شفتوا سخونة لا محالة، أما راهي طايبة طايبة بالكدية بالكدية، زادة كلها طايبة ومقرمشة، كالزيت خليها تتقرمش كأنها مقلية في الزيت. إن شاء الله الطريقة تعجبكم، تجربوها، وصحة بالشفاء مسبقا، والسلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.